دودو حامل. ايه؟ دودو حامل. دودو حامل. ايه ده؟ ايه ده مبروك؟ ايوه. ايه ده ازاي؟ لا استنى استنى. يوم الجمعة الجاية في أقوى حفلة للمليون. وصلنا للمليون وصلنا للمليون يا جعان. بشكر كل اخواتي وحبايبي اللي وصلونا للمليون. عامل اقوى حفلة في مصر يوم الجمعة الجاية في شبرا الخيمة في نادي المؤسسة العمالية. هجتمع انا كل اخواتي، كل اللي بيحبونا، اي حد من جيش الكابيتانو، اي حد من اسرة الكابيتانو عايز يحضر الحفلة ان شاء الله يوم الجمعة الجاية. يوم الجمعة الجاية ان شاء الله في ملعب نادي المؤسسة العمالية الساعة 6 نبقى موجودين في ملعب نادي المؤسسة العمالية. هنحتفل بالاربعة مليون على تيك توك وانا احتفل بالمليون بتاع اليوتيوب. بحبكم يا احلى جيش، يا احلى جمهوريه، يا احلى اخوات. قولوا على نفسكم زي ما تقولوا وصلنا للمليون. الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، النهارده هنعمل مقلب في جودي وايسل. جودي وايسل في مقلب احنا عملناه في ايسل لسه ما نزلناهوش والناس كلها مستنياه، بس انا قلت لازم الفيديو بتاع جودي يوصل 20000 لايك. روحوا وصلوا 20000 لايك بسرعه يلا عشان انزل لكم المقلب بتاع ايسل. حطيتها في الشارع، شوفوا رد فعلها لما صحيت من النوم لقيت نفسها في الشارع ايه. يلا يا جماعه انتوا ليه كده؟ خليكم اكتف معانا، انا بنزل لكم على طول فيديوهات ومستمر معاكم تنزيل فيديوهات. انتوا كمان شجعوني وحمسوني باللايك بتاعكم بجد. يلا يلا انا حد عملتها وعندي حاجات كتير انتوا شجعوني انزل الحاجات دي يا جماعه بجد مش بهزر. لايك 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 اكتبوا في الكومنتات. كل الناس في الكومنتات ايه اكتر مقلب عجبكم لحد النهارده؟ ايه اول مقلب حبيتوه لحد النهارده؟ اكتبوا في الكومنتات. المقلب النهارده مختلف، مقلب جامد جدا، مقلب انا عارف ان في ايسل هتموت، ايسل هتموتنا ضحك، وانا عارف ده واصل من ده لان ايسل الحاجه دي عملتها قبل كده فيها زمان جدا كان رد فعلها ينور. كل الناس مش تعمل لايك على اخر فيديو بتاع جودي والمقلب عشان نزل فيديو ايسل، لازم نوصل 20000 عشان نزل مقلب جديد. يلا عشان ما تفوتش عليكم مبروك كل اخواتي المليون، مبروك يا حبايبي. ما تنسوش الجمعه الجايه في ملعب نادي المؤسسه العمريه في شبرا الخيمه. اكتبوا كده على جي بي اس اي حد هيجي ان شاء الله الساعه 6، الساعه 6 مساء في ملعب نادي المؤسسه العمريه. هنحتفل بالمليون مع بعض وال4 مليون هنحتفل بيهم مع بعض. انا لما افرح ما ينفعش افرح لوحدي، لازم افرح مع اخواتي اللي هو انتوا اي حد موجود هيعرف يجي. نادي كبير ونادي جميل، الحفله تبقى جامده جدا. ملعب هنحتفل في ملعب يا جماعه، عامل لكم فجأه كتير جدا وفي ناس بتحبوها. هكون موجود ان شاء الله اليوم ده من اخواتنا المشاهير. عايز اقول لكم هيبقى يوم عظمه عظمه في حضوركم لان مفيش حاجه تكمل غير بيكم. زي ما انتوا وصلتونا زي ما لازم افرح معاكم. انا مختلف عن الجميع، بعد فضل ربنا الفضل ليكم انتوا، فعشان كده هفرح معاكم وهنبسط مع بعض يوم الجمعه الجايه في ملعب نادي المؤسسه العمريه الساعه 6 مساء لحد الساعه 8. بحبكم مستنيكم نخش على الملعب بتاع جودي وايسر. دودو مالك سابت لها دودو الخبر ليه؟ ايه الخبر؟ فين جودي وايسر؟ انت عايز تسيب لها على الخبر؟ فين هو الخبر؟ عايز تعمل ايه؟ كلكم مع بعض ايه كده مع بعض؟ خلاص انا متوتر يا عم. ما تخافش، انا لسه يلا يا شيخ اوصل بس انتوا فيه يعني كل يوم في المشوار تقعد ساعتين بتلبسوا. سؤال بس انا مش حاسه خالص. خلاص طيب خلاص اقول لك فيه عشان نخلص نمشي بقى ساعتك كام؟ يلا كده كلام يا بنتي. ايه يا ايه ترمي على طول؟ انا عايز اخد الفراغ قوي قوي قوي. ايه فرح فيه ايه؟ اقول لك على حاجه، ربنا يهدي. احلى واحده احلى واحده. خلاص مفيش وقت خلاص عشان ايه في ايه بطيء بعد انا روح شوفي. يا لولو يا لولو في نونو. ايه 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 قول والله بجد طب انت عايز تفرح واحد فيها؟ اوه انا مش فرحانه ليه؟ في نونو بجد؟ يا لولو يا لولو ولا حد حاسس حاجه زي ايه؟ بتقول لك برنامج يا نونو يعني في اخ جاي. في ايه؟ الله ايه ده؟ انا ست جبت وست ولا اهو لا لسه بقى انا مش ولا ولا احنا هنعرف اهل البنت ولا ما كده. الو ان شاء الله ايه يا ماما؟ ايه يا ماما؟ دودو حامل والله. ايوه انت زعلانه ليه؟ دودو حامل يا ماما. ايوه هاتي بابا وتعالوا بقى يلا سلام. مستنياكوا نفرح مع بعض. سلام يا ماما. ايه ده ايه ده؟ ماما بص عرفتي ماما عرفتي استنى 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 لما اشوف مالها دي لو هي بنت عارفه نجيب لها لبس جديد تتعرف مصر كلها. يا رب ولد يا رب او يا رب يكون بنت. عشان تاخد لبسها كله. انت زعلانه ليه؟ انت مبسوطه جودي؟ زعلانه ليه؟ مبسوطه؟ هو اجي لي باخت والعب معاها مش كل شويه واحده تقعد تضربني وتزعق لي وتجيب لي اللي انا عايزاه والعب معاها. انت خالد؟ مبسوط جدا يا رب ونفسي بقى. عارف بقى احلى حاجه ايه بقى؟ لو كمان بقى جت بنت بقى وبنقعد بقى نجيب لها حاجات حلوه ولبس جديد. لا طبعا انا مستغرب جودي جدا ورد فعلها. الحمد لله يا رب. عارفه؟ بقول لك بلد دي بقول لك انا عايز ايه؟ بلد دي بقول لك عايز ايه؟ انت بس كده تتمنى وتطلب من ربنا. الحمد لله يا رب. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. بقالي كتير نفسي في فيلم رابع يا رب. ايه ده استنى هي بتعيط ليه؟ دي هتحرق لي دايما 24 ساعه دي.
المشكله؟ انا زعلان لان في بيبي جاي. ايه المشكله؟ الحمد لله يا رب. الحمد لله. لا سميها ايه بقى؟ انا مش فاهمه اصلا هي بنت نسميها ايه؟ لا 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 لو بنوته نسميها ايه؟ لا 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 كده يا فايز. لا كده هلعب بجد. انا لو بنوته نسميها ايه؟ انت قاعد لو بنوته نسميها ايه؟ لو بنوته نسميها ايه؟ ها؟ الاسم اللي ايسل تختار. قولي عايزه تسميها بنوته ايه؟ اي حاجه ايسل انت هتختاري لها اللبس والاسم. طب مش هتختار حاجه. اقعد هنا كده زي جودي بس بس بيها بس. استنى بس. هي مش زعلان. انت بقيت زعلان. انا زعلان عشان خاطر البيبي ده. انا بتمنى ان انا هيبقى عشان العب معاه وما اعرفش ما تضربنيش واقعد العب معاه. شفت ايه؟ شفت ليه؟ بقول لها انت زعلانه عشان خاطر هيبقى في بيبي صغير يعني هنلعب معاه وشايله في الدنيا. يا نور يا نور زعلانه بقول لنا عرفيني عرفيني ايه اللي مضايقك وانت زعلانه؟ ايه النبيل؟ عرفينا فاهمينها في ايه؟ ما تضربنيش حاجه. فاهمين طب في ايه؟ اتكلمي. عايز حاجه. امال انت عادل ايه؟ انا يا عمال ضايقني. بس كده؟ انا فرحانه. انت فرحانه؟ لا. ليه مش فرحانه؟ كده. ليه قول لنا ليه كده؟ لا قولي السبب قولي السبب ايه السبب؟ كده. ايه ده؟ انت مبسوطه في بيبي جاي؟ طب جودي بتهيص وعماله تتنطط عشان هي فرحانه عشان في بيبي جاي. انت زعلانه ليه؟ انت بقى زعلانه ليه؟ انت قول لنا السبب. بيبي جاي بيبي جاي بيبي جاي عجباني. هو الاسم ده صح؟ ايوه 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 ايوه. ايه بعيد عليك قربت اوعى عارفه نيجي بيني بيني واجيب له واجيب له حاجات حلوه 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 بيني بيني اه بيبي العيجه بيبي العيجه يا لولو 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 يا عايزه ايه؟ تعالى ايه؟ هو خليتكم خلاص كده؟ عايزه ايه؟ مش عايزه حاجه. ايه يا خيرانه يا بيبي؟ خلاص يعني ما نجيبوش؟ ايوه بس يبقى انت زعلانه كده. انت زعلانه عشان خاطر بيبي تاني هيجي وهيتدلع وهيبقى هو البيبي الكيوت الأمر. لا ونعمل بقى نقول له يا بيبي ونجيب له حاجات كده جميله وكمان بس انت بس اتكلم شويه. اشرحي لنا انت بتعاطي ليه؟ اتفضلي قولي لنا في ايه؟ مش عايزه حاجه. ايه الحاجه مش عايزاها؟ يعني مش هتجيبي ليه؟ هو جه لسه انت لسه شفتيه؟ مش هتشوفيه؟ مش هتشوفيه الاول؟ مش عايزه ايه؟ مش عايزه ايه؟ مش عايزه ايه؟ مش عايزه ايه؟ هو انت اللي هتخلفيهم؟ انت مالك؟ مش عايزه ايه؟ مش عايزه تاني؟ مش عايزه تاني؟ يعني مش عايزه تاني؟ فاهمين انت عايزه ايه؟ ما خلاص انت عايزه ايه؟ احنا اتكلمنا الموضوع. انا بس عايزه تتكلم. خلاص هي تمشي هي تمشي هي تمشي. طب بس يا دول تمشي ايه؟ فاهمين انت عايزه ايه؟ مش عايزه حاجه. مش انا عايزه بيبي؟ لا ليه ليه ليه؟ قول لنا ليه؟ كده كده. قول لنا ليه؟ قول لنا ايه السبب؟ مش عايزه بيبي. ليه؟ مش عايزه بيبي. مش عايزه بيبي ليه؟ كده. ايه السبب يا عايز طيب؟ بيبي ايسي دلوقتي انا مش عايزه تعملوا ايه؟ انا عايزه خلاص البيبي جاي اصلا. خلاص ماما جابت بيبي بيبي هيتغير يا الله حبيبي صوتك. هتسقطي وتقولي لنا انت مش عايزاه ليه؟ خلاص تروح تجيب له الحاجات التانية. ممكن لبسك يدوله؟ لا. طب الشيز بتاعك يدوله؟ لا. طب عايز ولد ولا بنت؟ مش عايز ولد ولا بنت. طب نسميه ايه؟ يعني انت اصلا مش عايزه الحوار خالص. لا ولد ولا بنت؟ اه. ليه؟ كده. طب ما كده ليه ما تفهمينا قوي؟ اه خلاص انا عرفت انا عرفت انا عرفت. ليه؟ اقول ولا انت اللي هتقولي؟ اقول ولا تقولي انت؟ قولي انت. لا اقول انت. قولي انت. هقول لك خالص في ودني. انا بقى ايه؟ والمصحف؟ اه.
ماشي ماشي ماشي. عشان ده قال ليها فكك راح لاقي جيم جديد نقعد نلعب معاه ونأكله ونشربه ونخرجه ونفسحه ونبلعه. هي بقى خايفه بقى من كل ده صح؟ يا لولو يا لولو الثانيه شوف. طب اقعدي كده عشان واحد اتنين تلاته عشان ايه مش عايزه ليه؟ قولي لي عشان واحد اتنين تلاته عشان ايه مش عايزه ليه؟ رب ايه؟ البيبي يقع بينا؟ اه يعني ايه البيبي يقع بينا؟ يعني ايه يقع بينا؟ يعني ايه يا رب البيبي يقع بينا مش فاهم؟ يقع ازاي؟ البيبي هيقع بيكم. هيقع بينا ازاي البيبي؟ هيقع بيكم. انا هسميها عبد الصمد ولو بيت هسميها مديح. لا لو بيت انا شايف ان ايسل يبقى حلو. اسمها ايسل يبقى عندنا اثنين ايسل صح؟ ايسل حلو ايسل حلو نسميها ايسل الحلو. دي احلى من ايسل اللي عندنا. ايوه نسميها ايسل الحلو. مبسوطه بجد؟ انا مبسوطه. بس دي بقى اللي نكدت علينا ربنا يسامحها. بنت عايزه ايه قولي؟ يعني ايه يا رب البيبي يقع يعني؟ يعني يقع يموت؟ يا رب البيبي يقع يموت دي يعني خلاص تخلص ده خلاص منه؟ يا رب البيبي يقع عليكم، يعني ايه البيبي يقع علينا مش فاهم؟ على فكره هيبقى احلى بيبي. اه احلى بيبي فيها. هيبقى احلى بيبي فيها. ايسي خلاص يا بنت مش عايزاه؟ اه مش عايزاه؟ اه لا سؤال بس لو انت مش عايزاه نوديه فين؟ طب انا نوديه فين البيبي ده؟ نوديه فين؟ ودي فين؟ امال هنوزع ايه؟ امال ما هنعمل ايه بقى فيه يعني هنسيبه كده؟ اه يعني ايه لا يجي ولا يروح كده هنعمل فيه ايه؟ ما نعملوش فيه حاجه. طب ما هو كده بقى هيفضل في بطني بقى وبطني تبقى كده. لا بطني ليه؟ ما نوديه فين؟ ما انت مش عايزاه يجي. ممكن تشرح لنا عايز يا جماعه تشرح لنا بقى انا خالص ممكن تشرح لنا انت عايز ايه؟ مش عايزه حاجه. يعني مش عايزه حاجه ما تجيش معايا ليه؟ ليه؟ او كده قولي السبب عايزين سبب مقنع. جودي لو انت ما كنتش عايزه البيبي كنت هتعوزيه ليه؟ مش عايزاه يا ماما. ليه السبب؟ هي بقى مش عارفه هي انا عايزاها عشان السبب. اه معايا يا جماعه اسكتوا اسكتوا نفهم ايه السبب. انا تعبت بقى ودمي اتحرق. فاهمينا ايه السبب؟ يا ماما مش عايزه تجيب انا تاني. ليه؟ كده ما احنا عايزين نجيب عيال تاني احنا عايزين نفهم نبقى اكتر تاني. لبسك واكلك وقال عليك احنا هنجيب له لبس تاني خلينا نجيب حاجه جديده بس نجيب حاجه جديده بصراحه انا هجيب لعبي ده اللي مضايق هو ده اللي مضايق يعني مش هياخد حاجتك ما تخافيش هي دي مشكله عندك مش هياخد حاجتك ما تخافيش هي دي مشكله يا ياسين خلاص هو سؤال هو ده لو ما كانش مقلب كانت عملت كده فعلا؟ بعد ليه؟ يعني ماما خلفتنا يعني انت هتفضلي انت الصغيره؟ ماما هي اللي خلفتنا خلاص مفيش بيبي تاني خلاص مفيش بيبي تاني نوقف بيبي كده يعني؟ نوقف بيبي؟ انت شايفين احنا نوقف بيبي؟ لا يا ماما انا عايزه بيبي انا بحب البيبي عايزه بيبي يلعب معايا وانا اكله واشربه واجيب له حاجات حلوه واجيب له العاب وانا العب معاه مش هجيب لحد في البيت. لا 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 انت ما بتحبيش حد انت بتحب نفسك. عارف حاجه فرحان فيها ايه؟ توقعي اكتر حاجه يا ربي يا ربنا يكبر ويبقى قدنا ويجي يعيش وسطنا وسط الحبايب يكبر ويروح المدرسه ويكون عيون امك وابو فرحه بيه حياتك وداناتك حياتك وداناتك حياتك وداناتك حياتك وداناتك
عايزه تطلع وتمدع وعايز يشدك وتقدع من اي حق صوتك دي سامعه فيها لا ولا يا ابنك حد ولا عايزك تطلع شيء صحباتك بتموت فيك غيرك بتطير وتتني فيك وتكون بتجي عليك تسلح وتبيع حكايات ولا فاكره معاك الميت دي بتحكي لك وبتجي تشكي لك وانت مقضيها ايه اوعى تسمع كلامي كده هيا لوك وانا قلب عليك تيجي تطلب من ابوه شيطان مش لا لا مش هيجيب له هيجيب له كل حاجه حلوه هيجيب له كل حاجه حلوه تفضلي يا بنتي اوعى تقوم بتقدر اعمل ايه ماما هو بقى يجيب له بنانين لا 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 انا عندي فكره حلوه خالص استنى هو البيبي يجي ونقعد بقى انا وانت وانا وبابا معايا وهي مش عاجبها اخدها يا عمر عندك خد لها تقعد عندك لا تحشد بس سؤال في سؤال بيدور في بالي وخلي البيبي بقى معايا ايه بكره ده حتى البيبي الجديد وشه حلو وجبنا مليون وصلنا المليون وصلنا المليون مليون مليون وصلنا المليون هيا عمي الفيديوهات مليون لكل فيديوهات راحة يا جماعة شوية ونرجع لكم تاني حل جميل ابا ايه حل جميل البيبي اللي يجي نديه لعماما لا خليها هي تروح تعيش عند عمرو وانا البيبي الجديد بقى نلعب فيه بقى لا مش عايز بس تعيش معايا معلش هي ايسل بتجيب الافكار دي منين يا جماعه معلش يا لولو
عايز اقول لكم بقى حاجه مهمه جدا. مش مبسوط. عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا. ربنا يستر. عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا. يوم الجمعه الجايه عندنا حفله المليون. ايوه هنعملها فين؟ فين؟ في نادي المؤسسه العمانيه في نادي كبير. هنحتفل مع جمهورنا. ايوه وكل اللي بيحبنا هيجي يحتفل معانا في نادي المؤسسه العمانيه. ماما هتبقى معانا البيبي وهيرقص معانا البيبي وهيغني معانا. هيرقص معانا. ان شاء الله يوم الجمعه الجايه الساعه 6 في نادي المؤسسه العمريه في شبرا الخيمه حفله مليون. وده كلام حقيقي مش بهزر والله. ان شاء الله هنعمل حفله جامده جدا وكل اخواتنا اللي بيحبونا عايزين يجوا يحضروا الحفله. يجوا قلبي يا ديجا انت لكل الناس الحفله لكل الناس. الحفله لكل الناس ما عدا اللي ما عدا اللي هنديهم بقى للناس. لا يا كده على فكره هي لازم تمشي. عارف ليه؟ انا لو فضلت ابص لها كده وهي متضايقه البيبي هيجي وحش. هيجي شكله وحش. لا 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 انا عايزه البيبي. طب يا ترى البيبي بقى يا جماعه هتوقعوا البيبي هيجي شكله وحش؟ شعرها هيجي يلا قول واحد واحد كده هيجي شكله وحش. لا انا ممكن اوصفها. هتيجي بيضه جميله شعرها فاتح افتح منها ما شاء الله وعينيها جميله هي فاتحه. ماشي وانت عم تتوقع ان هو هيجي شكله وحش؟ انا شايف ان هو هيجي احلى من ايسر. شايف البيبي ده هيجي يا باشا مين؟ شبه حمو بيكا. ايه؟ حمو بيكا. حمو بيكا؟ لا يا حبيبي تبقى شبه حمو بيكا. لا يبقى امور. لا 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 استنى حمو بيكا ليه هو شبهك يا حبيبي؟ ماله حمو بيكا؟ انت مش شبه حمو بيكا. انت شبه حمو بيكا اصلا. لا هو انت بيكا بس. انت اسمك حمو بيكا. لا انت اسمك ايس بيكا. خديجة هتشوف البنت جميلة ولا هتشوف يعني هتبقى شبه مين؟ هتبقى حلوة ولا هتبقى ايه؟ حلوة شبه مين؟ الله الله ايسر يعني؟ ايسر اصلا مش شبه هتبقى شبه ايسر ولا شبه مين؟ خلاص 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 الناس كلها بتقابلني في الشارع تقول ايه ده؟ وانتوا ازاي اخواتي انتوا مش شبه بعض خالص؟ خلاص يا جماعة خلاص طبعا يا جماعة خلاص هي كده كده دودو هيبقى عندنا ادم وجودي والبيبي الجديد مننا؟ ماشي ليه في بالله؟ هتمشي وتسيبينا وترتاحي مننا؟ مش عايزين احنا اللي هنرتاح منك ولا من جوه؟ انا اللي هرتاح منه. ليه يا حبيبتي بقى كنا بنعمل لك ايه؟ كنا بنجيب لك حاجات حلوه كتير وكل يوم راح تجيب لي حاجه وبنستني بيني شوكولاته ايس كريم مش عارف ايه كندر كندر انا بقى البيني بقى هشتري له بيني كله بيني كله هشتري له بيني تحط تحت ايدك هيبقى عشان هو هيبقى بيني هيبقى بيني وبنتي البيبي يا جماعه وخلاص خلاص هي واخده خلاص خلاص يا جماعه خلاص خلاص يا مبروك يا مبروك مبروك ايه مبروك مبروك يلا يلا خلاص يا جماعه احنا يعني احنا كده تقريبا وصلنا لحل ان هي ايس فرحانه ان ماما حامل وان شاء الله يا جماعه يعني احنا مبسوطين جدا ماما كده؟ ما هي هتكبر واحدة واحدة. مش بتبقى مرة واحدة ايه ده؟ ما احنا بقالنا ساعة هدينا وخلصنا الحوار ان انت مبسوطة. مش قلت خلاص انا ماما عايش معاكم في البيت مش هتمشي فعلا لحد. ايه بابا اصلا ماما بطنها ايه مش يعني ايه مش عاملة كده دي؟ ما هي بطنها البيبي بيقعد يكبر جوه يكبر 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 يكبر. ليه مترددة؟ يعني انت شوية طبقي وشوية ترجعي ليه؟ مش عارف. انا مش فاهم بصراحة. هي حاسة مش عارف. يا بنت خليكي مبسوطه كده من جواك عشان الدنيا تمشي تبقى حلوه. افرحي يا انس افرحي يا خلاص يا جدعان اخر كلام مبسوطه؟ برضو برضو مش مبسوطه؟ طب نعمل لك ايه تاني طيب؟ نعمل لك ايه تاني؟ لا لا عايز تعبتين طبعا. طب هذا يا بابا؟ ويعني انت كده كسره فرحتي مش مخلياني انا مبسوطه.
حليم عامل ايه؟ امل ايه يا قلبي عامل ايه؟ ازاي؟ ايه يا حليم يا عايز اقولكوا على حاجه دودو حامل ايه دودو حامل دودو حامل ايه ده ايه ده مبروك ايوه ايه ده ازاي ايه ده ازاي عادي عادي عارفه عادي عادي ايه انا جاي في جو بحاجه خش انا جاي ايه يا جماعه لازم ايه ده عايز عايز يا نهار ابيض الف مبروك عشان انت بتعملها يا حبيبتي ده احنا جايين نعمل لكم مفاجاه احنا ايه احنا قاعدين نبدل نقول ايه بقى حالات بالبلد عندكم بيبي؟ ايوه هيبقى عندنا بيبي يا نهار ابيض بقول لك ايه اللي انا اعرفه بقى ان البيبي الجديد بياخد الجو مش هينفع تقعد معايا في البيت كده البيبي الجديد بياخد الجو هو اللي بياخد كل الاهتمامات يا لهوي ديجا فرحانه وجودي فرحانه يلا فين الزغلوطه؟ فين؟ في يا ايس تعالى بس بص ايه يعني ايه فرحانه وبيبي فرحانه وايس فرحانه وجودي فرحانه وخديجة فرحانه خلاص ماما ضبطناها بيبي ايس خلاص ماما انا مش كده خلاص بيبي جاي دلوقتي في السكه هي خايفه تطلع على النت انا مش عارفه بقى ايوه هي لسه قايله من شويه خلاص مش قلت خلاص انا موافقه ومبسوطه ومش زعلانه بس هي زعلانه قوي وحزينه جدا كمان بس انتوا عارفين هي زعلانه ليه؟ قالي عروني بس انا ما اعرفش هي زعلانه ليه؟ ايه السبب الزعل؟ طب ما تقولي حاجه انت خايفه تطلع على الصوره زي خديجه صح؟ تاخد الجو ما لو عايزه تبقى انا جايبها لها دلوقتي ولا خايفه تطلع اموره زي يعني مش موافقه ان ماما تجيب لي ولا قلت لها مفاجاه هي في ايه انت في اسف بجد ليه كده ما اعرفش يا خالد مش ولا حد احلى مني خالص ولا حد طب عرفت ازاي ان في النوم مش هتطلع احلى مني لا هتطلع حلوه هتطلع وحشه مني عرفت منين بقى سبحان الله بقى ارجع معانا العربيه بقى ونخرج معايا يا خالد ما احنا ممكن نسيب حد هنا وناخد البيبي لا في مكان اصلا ايه هقعد اصلا ليه مفيش مكان في العربيه انا هاخدها في حضني كده وافضل بس سلامك ايوه ما سلامك اصل هي صغيره بتكشف في الحضن ده اصلا انا اتصلت بعم حليم وقلت له تعالى افرح معانا بالبيبي ايوه بقى اصلا بقى يا يلا يلا عارف هنعمل ايه كمان؟ شربات بقى ونغني بابا جاب البيبي بيبي عيب صغير ابو حليم مبسوط وقدامك امل مبسوطه بس وامل مبسوطه ودودو مبسوطه وكل الناس مبسوطه وايه كمان مبسوطه يا بيبي ممكن تقول لنا سبب واحد انت عايزه بيبي ليه بس قول لنا سبب واحد ايه السبب؟ ايه السبب؟ بتقول ايه السبب؟ مفيش حاجه بصي ده انت قايلها مبروك يا بيبي يا قوي يا بصي بقى ايه اصلا مش راضيه تدينا اللبس بتاع البيبي فاهمه انا هديها كل اللبس اللي انت جبته دي نصيب البيبي الجديده هتسموها ايه بقى نقول سميها ايسل وما نزلوا ايسل اه ماشي احنا ممكن نسميها ايسل بس دي حلوه مثلا ايسل الحلوه عشان في ايسل اللي مش ايوه ايسل الكيوت الحلوه الجميله لكن دي مش كيوت مشكله ايسل نجيبها يا حبيبتي ليه بتعيطي ليه يا نهار ابيض؟ هو في حد يزعل ان جاي له بيبي حلو؟ ايه المشكلة ان في حد يزعل ان جاي له بيبي حلو؟ هتلعب معاكي او هيلعب معاكي يا بابا عشان انت دي احسن منها لا مش كده وبس يا جماعة بس بقى عشان هيسموها ايسل الحلوة لا 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 بصي بصي وعلى رأي المثل اللي عنده خديجة حلوة هيبقى عنده ايسل حلو الله ايه التاريخ؟ لا لا مفيش احلى منك والله لا 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 مفيش احلى منك يا حبيبي يا خبر كلهم وحشين بنهزر يا قلبي والله بنهزر لا كلهم وحشين والله انا لازم ادي بتقولي انا اللي عنده مفاجاه ايه مفاجاه مش فاهم فاجئه ولا لسه بصوا بقى يا جماعه بصراحه اقول لا اوعى تقول تعالي يا بنتي هو ايه اللي اوعى تقول تقولي ايه بقى تقولي اللي عامله لكم المفاجاه روحوا شوفوا المفاجأة على قنوات حليم وأمل وفي شاشة النهاية
انت خلاص اسكت خالص وكلمني قال لي احنا عايزين نعمل مقلب في ايس. قلت له احنا عايزين نخليها في ايس. ولازم انت ما قلتليش ليه؟ وحاتين ما عرفنيش ان انتوا ان انت حاجه. انا جاي فجاه بجد. انت فاهم حاجه يعني الموضوع عامل ايوه احنا فعلا جايين نفاجئكم بس انا اتفاجئت دلوقتي ان هي حامل يعني هي دلوقتي في حدود. صح؟ والله انا فاكره ان انا والله يا يلا قولي لهم باي باي لا والله انا ماشي 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 انا ما